سويت تجربة عندنا الحين الشارجة أسمر أبيض، عندنا دخن أبو حمد القايدي محلي، إن شاء الله بنجرب نسوي من نصاج، وهذه الخميرة الطبيعية. زين، كل شيء موزون طبعا، بس أول شيء الخميرة الطبيعية بنخلطها ويا ماي، وراويكم التفاصيل إن شاء الله. هي بتاخذ يوم بالثلاجة. هذه الخميرة الطبيعية جاهزة، ناخذ منها مثل ما تشوفون. نحتاج كمية بسيطة لأن خبز الصاج ما يحتاج كمية. تمام، نحن الحين نحطه في الماء عشان يسهل علينا خلط المكونات. هذه الخميرة الطبيعية وزناها. الحين عندنا دبس تمر عشان يعطي لون، يعني نضيف نكهة. نحط شوي بس، ما تقريبا 30 جرام مش لازم، بس عشان يعطي لون ويعطي طعم شوي. ان شاء الله بنخلط هذه المكونات عقب نراويكم الطريقة. الحين خلطنا الخميرة الطبيعية والدبس. انا افضل احط الدخن معاه، والدخن معاه الملح، نخلطهم شوي قبل ما نحطه في المكينة. طبعا الدخن محلي مطحون فريش، كل ما نبغى منه نطحنه. حاطين تقريبا مال يعني اقل من ربع الكمية، لان الدخن ثقيل شوي. زين، هذا خلطناه. تمام، الحين نحطهم في الماكينة الخلاطة هذه، لأن العجينة صغيرة فالخلاطة هاي تسهل الموضوع. بنحطهم الخلاطة بالراوي. حطينا الطحين أول شيء، عقب بنحط الدخن والسوائل داخل الماكينة إن شاء الله، عقب بنشغل الماكينة. زين، شغل الماكينة. الماكينة صوتها عالي شوي. بسم الله. إذا احتاجت ماي بنزيدها إن شاء الله. العجينة حسيناها ناشفة شوي، بنزيدها ماي بالتدريج لين ما نعرف القياس. هذه العجينة شوفوا الحين تماسكت، ما نبغيها طرية وايد ولا نبغيها ناشفة وايد. تمام، إن شاء الله بنراويكم الخطوة الجاية بعد ما نشيل العجينة من الخلاط. العجينة مثل ما تشوفون ان شاء الله بنكورها عقب نخليها ترتاح ان شاء الله. مثل ما تشوفون، تشوفون كيف العجينة ما بناشفة ولا فيها ماي وايد. نخليها ترتاح ساعة برا في الثلاجة، ان شاء الله عقب بندخلها في الثلاجة يوم كامل، وباكر الصبح ان شاء الله بنشتغل. هذه العجين اللي رويناكم اياها امس، احنا سويناها مستطيل عشان تسهل علينا الفرد. الحين بنفتحها براويكم، لان في الثلاجه تلين شوي، شوفوا لانت العجينه. فالحين بنفردها ان شاء الله، بنفردها لحد ما تصير يعني شفافه مثل الورقه عشان نسويها بالصاج. الحين فردنا العجين، حطينا بينهم ورق عشان ما يتسبب، لان العجينه وايد طريه. تمام، نوريكم العجينه. شوفوا العجينه، هذه العجينه. الحين سوينا مخده بسيطه، قطعه قماش داخلها حشو عادي ثياب، نذر الطحين شوي بس عشان بس الخبز ما يلصق، بس خفيف. زين، نحط الخبز على المخدة مثل ما تشوفون. هذا الصاج حار يعني، ان شاء الله بنجرب. ممكن اول تجربة اثنتين ما تكون ضابطة، بس بنشوف ان شاء الله. ما شاء الله قربت كاميرا.
يشوفوا بعض. ممكن لازم نزيد الحرارة شوي بس نحمرها الطرف الثاني شوي. أول خبزة ما تكون مضبوطة الخبزة في شيء مغطاي قماش ولا شيء، المهم يكون مغطاي عشان ما تنشف. الحين مع التجربة جربنا كم من حبة، الحين عرفنا أكثر من الطريقة. لازم أول شيء ماي، يحطون ماي على السطح، هاي يساعد العجينة تلصق تحمر عدل. زين نحط ماي شوي. زين بعدين نحطه في الشواية. الحرارة يعني لازم كذا حبة عشان تعرفون الحرارة المضبوطة. بسم الله. لازم ما نخليها وايد لان الحراره شوي عاليه تعتبر. شوف الفقاعات ما شاء الله، خميره طبيعيه هذا ما في شيء. لازم هاي شوفوا كيف متحمره ما شاء الله، نكبس عليها شوي بس شوي، وعقب نمسح منها الطحين ونغطيها بقماش ولا صندوق شيء مغطاي. بس الخبز جاهز عندنا، قلنا بنسوي معاكم شاورما بس عشان نرويكم الطريقة، يعني طريقة عملية استخدام الخبز. ممكن الخبز انشاء المطعم مثلا وتقولوا لهم انتوا حطوا لهم خبز مثلا بدل الخبز مالهم، يعني في الاغلب ما يكون افضل جودة يعني الا قليل. يعني عندنا الشاورما قطعة جاهزة، نخلطها مع شوية حنين، خلطنا الشاورما، الحين بنحطها شوي مخلل، ها مخلل طازج مسوينا، وبنحمرها، بنلف السندويتش من ليوان بول، زين، عقب نحاول نجمعها. طبعا الخبزة لازم الطرف المحمر هو اللي يكون مكشوف، أو هو اللي يكون داخل عفوا، الطرف الأبيض هو اللي يكون برا. زين، غسيناها، نحطها على الشواية ونراويكم إن شاء الله. حطيناها في الشواية، نحاول نكبس عليها، نحط عليها شيء ثقيل، هذه حمرناها من كل الجوانب، كما تشوفون، الحين بنقصها ونراويكم إن شاء الله. خبزة، نقصها، نجربون معاكم إن شاء الله. الشواية. شكرا على المتابعة.